Airbus facility. Thanks for your attention. سيدات وسادتي صباحكم واهلا بكم على هذه الرحلة الى دبلن بالتعاون مع كوانتس. نرحب مجددا بأعضاء إيميريتس سكايوز وأعضاء برنامج المسافر الدائم لكوانتس. أفراد الطاقم رحلتنا اليوم الى إيميريتس 11 languages. If there is any way to assist you, please let us know. Cabin crew, clear all doors and cross check. Your safety and security is always our highest priority before we start. Our journey would like to remind you to wear cloth or medical type face masks throughout the flight and to remind others to keep their mask on in case anyone forgets. We can all help each other travel safely and follow this requirement. If you don't have a mask, please ask a member of the cabin crew. Please place your mask. يرجى الآن إعادة طاولة الطعام وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى أماكنها وإبقاء الستائر مفتوحة وإعادة المقاعد إلى وضعها المستقيم. يرجى وضع الأمتعة بما في ذلك الحواسيب المحمولة في الخزائن العلوية أو وضعها أسفل المقعد الذي أمامك. يرجى ربط حزام الأمان عندما تكون إشارات ربط الأحزمة مضاءة. لتعديل الحزام اسحب الشريط وفك الحزام، ارفع الغطاء النعلي. يرجى ربط حزام الأمان فوق البطانية كي يراه طاقم الضيافة ولا يضطر لإزعاجك إذا أردت النوم أثناء الرحلة. يجب إغلاق الحواسيب المحمولة أو الهواتف المحمولة أو الحواسيب اللوحية أو تحويلها إلى وضع الطيران أثناء الإقلاع والهبوط. بعد الإقلاع سيعلمك الطاقم متى يمكنك تشغيل الإنترنت اللاسلكي وتفعيل خاصية التجوال. في حال سقوط الهاتف أسفل المقعد يرجى طلب المساعدة من أفراد الطاقم لإيجاده. يرجى عدم تحريك المقعد حيث إن ذلك قد يلحق الضرر بالهاتف وبطاريته. التدخين بجميع أشكاله ممنوع على متن الطائرة بما في ذلك استخدام وشحن أجهزة التدخين الإلكترونية. جميع دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. عند الحاجة ستتدلى أقنعة الأكسجين تلقائيا من أعلى. التنفس بطريقة طبيعية يعطي الإشارة لبدء تدفق الأكسجين. ضع القناع على وجهك ثم تنفس بصورة طبيعية. ضع القناع على وجهك أولا ثم ساعد الآخرين على اقتدائك. في حالة الهبوط الاضطراري يرجى التمسك جيدا بظهر المقعد الذي أمامك أو أخذ وضعية الانحناء من أمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. توضح بطاقة تعليمات السلامة في جيب مقعدكم مكان سترة النجاة التي توجد أسفل المقعد أو بجانبه. عند سماع التعليمات أخرج السترة وأدخلها عبر الرأس. لف الشريط حول الخصر واربطه من الأمام مع إحكام ربطه بشكل الشريط. يجب لف السترة عند مغادرتك الطائرة فقط بسحب الشريطين الأحمرين لأسفل بقوة. يمكنك أيضا لف السترة للنفخ في الوقود واستخدام الصافرة لجذب الانتباه. في حالة الهبوط على الماء سيوزع أفراد الطاقم سترات نجاة للضباع والأطفال. يرجى توقف البحر لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليه الذي قد يكون خلفك. توجد 10 مخارج طوارئ على متن طائرة بوينغ 777-300. عند الحاجة أقرب مخرج يرجى خلع الأحذية في الكعب العالي وترك جميع الأمتعة في حالة إخلاء الطائرة. لتذكر تعليمات السلامة لهذه الطائرة يرجى قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جميع All where that's not possible, brace by leaning as far forward as you can with your arms tucked under your legs. The safety card in your seat pocket shows the life jacket location, under or to the side of your seat. When instructed, remove it from the container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when leaving the aircraft by pulling the two red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece and use the whistle to attract attention. In the unlikely event of a landing on water, cabin crew will distribute life jackets for infants and children. Take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat, which may be behind you.
There are 10 emergency exits on this Boeing 777-300. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. To remind yourself of the safety features of this aircraft, please read the safety card in your seat pocket. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates. رجعتي في حال نظام الطقس المقصورة يرجع ثلاث قناع الوجه ووضع قناع الأكسجين على فمكم وأنفكم. Ladies and gentlemen, if there is a loss of cabin pressure during the flight, please remove your face mask and place the oxygen mask that will drop down in front of you over your mouth and nose. أن تحظوا بمتعة لا محدودة على آيس طوال رحلة اليوم، مع ما يتم إضافته دائما من أفلام هوليوود وبوليوود وغيرها، بالإضافة إلى أفضل العروض والبرامج التلفزيونية. استمتع بالمجموعة الواسعة لموسيقى آيس مع قوائم الأغاني الرائعة، الروك والبوب وغيرها الكثير من وسائل الترفيه التي يمكنكم استكشافها على مدى رحلتنا. كن على قدر التحدي مع إحدى ألعابنا المثيرة، كن عضو شخص آخر وأثبت أنك البطل. يمكنك تتبع سير رحلتك على قنوات العرض الجوي إير شو والكاميرات الخارجية وتحديد موقع الرحلة بدقة.
الله.